برحب بحضرتك مرة تانية يا أهلا كابتن بيك. عادل. وكنا بنتكلم يمكن عن لعيبة بعينها في نادي الأهلي، وكنت بقول لحضرتك قبل الفاصل على صالح جمعة، وعايزة رسالة من حضرتك لصالح جمعة، والناس كلها بتتكلم إنه إحنا محتاجين نشوف صالح جمعة الفترة اللي جاية. والله أنا قلت في القناة هنا من فترة، قلت إن إحنا محتاجين صالح. أنا ابني المفروض إن أنا بقومه، إذا كان هناك أي نوع من محتاج أي حاجة، محتاج ثقة، محتاج فيتنس، محتاج مشاركة، المفروض إن أنا أديله الحتة دي. وقلت الفيصل بيننا وبين صالح كجمهور وكلاعب إن الدور الثاني في ماتشات 7 8 ماتشات، الكلام ده كان من أسبوعين ثلاثة، انه ياخد الماتشات اللي باقيه ديت، وبعدين هل هو انتظم وادانا الثقه وادانا قد ايه هو عنده الموهبه والمهاره اللي هي تسمح له انه يبقى اساسي في قائمه النادي الاهلي، يبقى المدير الفني بيديله الحته ديت، وبالتالي والله ما نفعش خلاص يبقى يعني النادي ياخد القرار اللي هو عايزه. شايف ان هو ياخد فرصته؟ المفروض كان ياخد فرصته، يعني هو من وجهة نظرنا الفنية العالم كله في مصر بيقولوا ان الراجل ده موهبة ومحتاج مشاركة، والمشاركة دي يبقى على الاقل 7 8 ماتشات بصفة مستديمة، لان هو خامة ممتازة نادرة كمان. هناك يا كابتن، اذا كان هناك في قصور في حاجة معينة انا اقومها، بحيث ان انا ده انسان ممكن جدا يبقى كويس، يعني ما نفقدش الامل انه عندنا موهبه زي دي، ومش هيكلفنا حاجه غير ان احنا نديله المشاركه لحد لما يثبت ان هو عكس ثقتنا. لكن انا لازم على الاقل العبه 5 6 مباريات بصفه مستديمه، يعني مثلا الماتش بتاع بكره، ايه المانع ان هو كان ياخد الماتش كله امبارح بكره، والماتشات اللي جايه برضه ياخد الماتشات اللي جايه، وانا وليد ممكن برضه يبقى بيشاركوا. في ناس ممكن تقول لك ماتش بكره مهم وهو مش هيبقى فات لانه بقى له فتره مش يلعب، فانا مش هجازف في ماتش زي بكره. ما الولاد الشباب برضه ما بيلعبوش، يعني الباقي لعب ربع ساعه ثلث ساعه، وبعدين هو لعب اظن ماتش المصري لعبه 10 دقائق، وقته صغير جدا. وقته صغير. ما اعرفش هو في ايه، يعني الراجل واخد فكره عنه، يعني دايما المدرب بيبقى زي الاب، اللاعب يخاف منه ويحبه. صح. فلازم يعني اديله، بس اديله الحته الابويه، الحته التربويه، ان انا اديله ماتشات، اديله على الاقل ماتشين، طيب يعني ماتشين لحد ما يثبت انه يعني هو خامه عاديه. هو الراجل ما شافوش اصلا، يعني الراجل لسه ما شافوش، يعني ما شافوش مثلا في 3 4 ماتشات. فانا كنت اتمنى كده، وان شاء الله يكون لي نصيب باذن الله تعالى، لان انا يعني عندي ثقه في الله ثم في الولد ده، انا ممكن يبقى كويس جدا يعني.